السلام عليكم، يعطيكم العافية طلابي. اليوم بإذن الله راح نحكي بأول درس بمادة التاريخ بالوحدة الثانية اللي هو الثورة الأمريكية. بداية بدنا نعرف إمتى بلشت الثورة الأمريكية وكيف. بحكي لي، بدأت الثورة الأمريكية في أواخر القرن الثامن عشر بين سكان المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية والحكومة البريطانية. يعني بين مين ومين كانت الثورة؟ كانت بين سكان المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية وبين الحكومة البريطانية. انتهت باستقلال المستعمرات وظهور دولة جديدة عرفت باسم الولايات المتحدة الأمريكية. فمن أول فقرة عنا، متى بدأت الثورة؟ بين مين ومين؟ وبإيش انتهت؟ إيش نتيجة هاي الثورة؟ إنه ظهرت عندي دولة جديدة عرفت باسم الولايات المتحدة الأمريكية. أولاً بدي أحكي إيش هي المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية. بحكي لي، بلش الاهتمام البريطاني بالقارة الأمريكية بعد البعثة اللي قام فيها المستكشف البريطاني جون كابوت عام 1497. اكتشف من خلالها الشواطئ الشرقية لأمريكا الشمالية. فجون كابوت اكتشف الشواطئ الشرقية لأمريكا الشمالية. طبعا تأسست أول مستعمرة بريطانية في أمريكا الشمالية عام 1607، سميت مستعمرة جيمس تاون اللي هي ولاية فرجينيا حاليا. طبعا بعدها توالى تأسيس العديد من المستعمرات اللي وصل عددها قبل الثورة ل 13 مستعمرة. كان سكان هاي المستعمرات البريطانية اللي بأمريكا الشمالية بيعملوا بالزراعة وبتربية المواشي بالتعدين والتجارة. هلأ لو جينا نشوف هون في الخريطة أهم المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية، زي ما بتظهر هون عندي اللي بيجي لونها بني، زي نيويورك، إلينوي، ألباما، جورجيا، وكارولينا الشمالية، كارولينا الجنوبية، فرجينيا وغيرها من المستعمرات. تمام، نيجي لإيش أسباب إنشاء هاي المستعمرات. أول إشي، كانت بريطانيا بدها تحصل على المواد الخام زي القطن والسكر والتبغ، بدها تجعل هاي المستعمرات سوق لحتى تصرف البضاعة البريطانية في هاي المستعمرات. رغبة المهاجرين من أوروبا في إنهم يحصلوا على أراضي ويحسنوا أوضاعهم المعيشية. آخر إشي، بدهم الفائض من السكان الأوروبيين يصدروا لهاي المستعمرات. طبعاً بدي أعرف إيش أو شو كان نظام الحكم في المستعمرات. كان حكم غير مباشر وشبه مستقل، وذلك لبعد المسافة بين بريطانيا ومستعمراتها. فليش كان الحكم غير مباشر وشبه مستقل؟ لأنه كانت المسافة بين بريطانيا والمستعمرات شبه بعيدة، فترتب عليها أنه هاي المستعمرات تمتعت بنوع من الحرية والاستقلالية في شؤونها الداخلية والذاتية. نيجي نتعرف على طبيعة الحكم أو نظام الحكم. كان في عندي الحاكم يعين من قبل الملك، بيحافظ على الأمن وبرعى مصالح سكان المستعمرات. المجلس الاستشاري اللي مهمته إعطاء المشورة للحاكم. المجلس التشريعي اللي ينتخب من قبل سكان المستعمرات، كان بيهتم بفرض الضرائب، بيحدد رواتب الموظفين وبيحدد رواتب وبصادق على القرارات والقوانين المتعلقة بالمستعمرات. تمام، بحكي لي إنه كان لكل ولاية من الولايات الأمريكية المتحدة حالياً قانونها الخاص، طبعاً حالياً، وحاكماً يتم انتخابه مواطني الولاية. طبعاً يعني مواطني الولاية هم اللي بنتخبوه، وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية في الولاية، ولكل ولاية نظامها القضائي المستقل. احنا بنحكي، هل تعلم هاي في الفترة الحالية بالولايات المتحدة الأمريكية. نيجي لعوامل قيام الثورة. بحكي لي، تعرضت بريطانيا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر لأزمة مالية. شو سبب هاي الأزمة؟ اللي هي التكاليف الباهظة اللي تكبدتها جراء الحرب السنوات السابع. شو حرب السنوات السابع؟ اللي هي حرب وقعت بين بريطانيا وفرنسا، انتهت بانتصار بريطانيا. طبعا عشان تتخطى هاي الأزمة، لجأ الملك جورج الثالث وحكومته لاتخاذ مجموعة من الإجراءات اللي هي كانت سبب مباشر في قيام الثورة. الإجراءات اللي قام فيها الملك جورج كانت سبب مباشر لقيام الثورة الأمريكية. من هاي الإجراءات، أخضع سكان المستعمرات للحكم المباشر البريطاني، أصدر قوانين الملاحة اللي بتنص على منع التبادل التجاري إلا مع بريطانيا، وأن تحمل جميع البضائع التبغ والسكر والقطن لبريطانيا على متن السفن البريطانية، فرضوا البزيد من الضرائب والرسوم الجمركية كضريبة السكر والزجاج والورق والشاي والطوابع لحتى يوفر مورد مالي لخزينة الدولة.
هلا بدنا نيجي نشوف مجريات الثورة والاستقلال. طبعا سكان المستعمرات ما عجبهم الإجراءات اللي قام بها الملك جورج الثالث، وعبروا عن استيائهم من هاي الإجراءات، فرفضوا سكان هاي المستعمرات انهم يدفعوا الضريبة، ورفعوا شعار لا ضرائب دون تمثيل نيابي بدلا من فرض الضرائب المباشرة التي صدرت من الحكومة البريطانية، فدفعهم لمقاطعة شراء البضائع البريطانية، بطلوا يشتروا البضاعة البريطانية. هذا الامر جعل الحكومة البريطانية تلغي جميع الضرائب ما عدا ضريبة الشاي، ورغم هذا الاجراء رفض السكان ذلك، هاجموا السفن البريطانية اللي كانت محملة بالشاي. طبعا هاي القصة عرفت بحفلة الشاي، اللي هي حفلة الشاي كانت في ميناء بوسطن، سميت هذه الحادثة بحفلة الشاي. شو يعني حفلة الشاي؟ اللي هي مهاجمة سكان المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية للسفن البريطانية اللي كانت محملة بالشاي في ميناء بوسطن. طبعا بعد هاي الحادثة قامت بريطانيا بإغلاق ميناء بوسطن وإخضاع المستعمرات للحكم المباشر. طبعا سكان المستعمرات برضو ما عجبهم، فراحوا عملوا مؤتمرين. اول مؤتمر اللي هو المؤتمر القاري الاول كان عام 1774، اقيم في مدينة فيلادلفيا، طالبوا فيه بضرورة موافقة ممثلي الشعب على فرض الضرائب، لكن بريطانيا ارسلت المزيد من القوات العسكرية لبوسطن، الامر اللي خلى سكان المستعمرات يعملوا المؤتمر القاري الثاني عام 1775، يعني بعد سنة من عقد المؤتمر القاري الاول. تقرر في المؤتمر القاري الثاني اول اشي بدهم ينشئوا جيش موحد، بدهم يرسلوا طلب اخير لبريطانيا لحتى يوقفوا هاي الاجراءات، بدها كل مستعمرة تتولى حكم نفسها بنفسها. طبعا عندي هل تعلم معلومة انه جورج واشنطن ولد في فرجينيا، كان والده مزارع، عين واشنطن قائد عام للقوات الامريكية اثناء الثورة، وهو اول رئيس للولايات المتحدة الامريكية، فاول رئيس للولايات المتحدة الامريكية اللي هو جورج واشنطن. سميت العاصمة الأمريكية واشنطن باسمه تقديرا لدوره بالاستقلال. تمام، نيجي نشوف باقي أحداث الثورة. بحكي لي رفض ملك بريطانيا المطالب، قرر سكان المستعمرات انهم يعينوا جورج واشنطن قائد للعمليات العسكرية ضد بريطانيا. بلشت الحرب بين سكان المستعمرات وبين بريطانيا، وقفت بعض الدول الأوروبية لجانب الثورة زي فرنسا وهولندا وإسبانيا. فكركم فرنسا وهولندا وإسبانيا شو الهدف إنها توقف ضد بريطانيا مع سكان المستعمرات؟ اللي هي التنافس الاستعماري اللي كان بينها وبين بريطانيا. فأعلن الأمريكيون استقلالهم في 4 تموز عام 1776. طبعا بريطانيا ما رح تسكت، أرسلت قوة عسكرية مكونة من 30,000 جندي لحتى يحتلوا نيويورك كرد فعل على إعلان الاستقلال، إلا أن جورج واشنطن استطاع أن يلحق بهم خسائر فادحة أجبرهم على الاستسلام في معركة ساراتوغا. معركة ساراتوغا هي معركة وقعت بين بريطانيا والمستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية بقيادة جورج واشنطن، الذي استطاع أن يلحق ببريطانيا خسائر فادحة وأجبرهم على الاستسلام. طبعا كان لهذا الانتصار أهمية بالغة في أنه ترفع الروح المعنوية للجنود الأمريكيين، وبهيك تم الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. عندي نتائج الثورة الأمريكية. أول إشي قيام أول دولة مستقلة في العالم الجديد تحت اسم الولايات المتحدة الأمريكية، إضعاف مركز بريطانيا وإعادة بعض المستعمرات لفرنسا، زادت حدة العجز المالي في فرنسا نتيجة اشتراكها في حرب الاستقلال الأمريكية، إرسال مبادئ الحرية والعدالة والمساواة. هيك بنكون أنهينا درسنا، ويعطيكم الألف عافية.